هؤلاء الأخوان ستزول دعوتهم، الذين يطعنون بالعلماء تزول دعوتهم ويتبع العلماء. ممن يتعلق بالعلماء بالدعوة السلفية مرة يشبهونهم بعلماء الفراء ومرة بعلماء الحاج والنفاق، حتى بلغ ببعضهم أن يصف هيئة كبار العلماء بهيئة الفاتيكان، أي الهيئة التي تكون القسوة بهيئة الفاتيكان التي يحضر الظاهر. فباركتم على هؤلاء. هؤلاء يا أخوان بارك الله فيكم، الحامل لهم الحزبية والجهل، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأً سمع مقالتي فرآها ثم أتاها كما سمعها، فمن أنت يا هذا حتى تطعن بكبار العلماء؟ أي نعم يقفون المواقف مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المواقف البطولية في وجه أهل الباطل، في وجه الصوفية، وفي وجه أيضا الشيعة، وفي وجه العلمانيين، وفي وجه الحكومة نفسها إذا أرادت أن تأتي بشيء، لكن فيما بينه وبينها لا ينشر الكلام لئلا يتجرى أن الجهال على إدارة الفتن في البلد. فالمهم هؤلاء الأخوان ستزول دعوتهم، الذين يطعنون بالعلماء نعم تزول دعوتهم ويتبع العلماء. انظروا حفظكم الله إلى رؤوس المعتزلة وكانوا في غاية من الذكاء لما طعنوا في أهل السنة، ذهبت دعوة المعتزلة وذهب أبو الهذيل وذهب إبراهيم النظام وذهب واصل بن عطاء وذهب ثمامة بن أشرف وذهب أيضا عمرو بن عبيد، وبقي العلماء سعيد بن المسيب أينان ونادى وحميد بن عبد الرحمن بن عون وأبو سلمة ومن بعدهم عبد الله بن المبارك والإمام مالك، بقوا إلى زمننا هذا. ونحن نقول قال الإمام البخاري قال الإمام مالك رحمه الله، وهكذا نترحم على البخاري وعلى مسلم وعلى سعيد بن المسيب وعلى ابن المبارك وعلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومن أشبههم من أئمة الهدى من الإمام أحمد، وكذا بحامد الأبي حاكم وأبي زرعة وغيرهما، نترحم عليهم وأولئك ماتوا وماتت كتبهم، ولا نقول كما قال أحمد أمين إن المسلمين خسروا كتب المعتزلة بل أراح الله الإسلام منها. وفي هذا الزمن
سيموت هؤلاء. نعم الطائعون في أهل العلم وتموت دعوتهم، وقد ماتوا وهم أحياء، ماتوا وهم أحياء، ويبقى أهل العلم نترحم عليهم وأيضا نستفيد من علومهم والحمد لله. فالمهم من هؤلاء الذين يلمزون العلماء بأنهم علماء حيض وانفاس وأنهم علماء حكوميون، أنا لا أقول إنه لا يوجد علماء حكومة، لا أقول هذا، لكن العلماء الأفاضل الأجلاء تهمونهم بأنهم علماء حكومة، ومن الشيخ الألباني تهم بأنه مرجع أو يتهم بأنه ماذا بارك الله فيكم عميل الإسرائيل أو غير ذلك، كل هذه ستذهب وتبقى علوم علمائنا، ويبقى الذكر الحسن، ويجعل الله لهم لسانا صدقا في الآخرين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.